طلعي طلعي. اهلا الزينات ديالي، الميمات ديالي، الخواتات ديالي، كديري لاباس عليكم؟ عواشركم مبروكه. كنقولها لوحده لوحده، كل متتبعه كتفرج فيا كنقول لك حبيبتي عواشركم مبروكه، والله يدخل عليك هاد الايام مباركه وليله 27، واخا تكون دازت بالصحه والسلامه وطوله العمر، وباش ما كتمنى يا ربي امين باي حاجه كتمنيها، بغيت ربي يرزقك اختي، كنقولها لك من القلب ديالي خالص. المهم الغزالة ديال غندوز معكم هاد الويلة هادي اللي غتكون زوينة يا الغزالات، تبعوا معايا حتى الاخر، غير انا وبنياتي وغنفرح بهم كيم دائما. انا ضروري نهار 27 كندير لهم تقفيطنات مغربية، داكشي على حقه طريقه، داكشي زوين غزال. المهم كنخلق واحد الفرحه انا وبنياتي اختي، ما كاين ما احسن من بنياتي الكبيدات ديالي. ايوا اختي البنات، دابا توجد العيد. هاد الشيء اللي هنا والله ما قلبته، قلت صافي تخليته، لانني هاد السيده هادي كنثيق فيها، هاد الاخت هادي غتكونوا بزاف يتعاملوا معاها متتبعات ديالي. هادي هي السيده اللي كانت دارت لي الحلوه في حكيمه، في اسبوع حكيمه البنات، وبزاف اللي كانوا سولوني عجبتهم الحلوه، قول لي زهره شاركي معنا هاد السيده هادي، وكنت قاسمتها معاكم وحطيت لكم الرقم ديالها. شويه كانت وقفات، كانوا دازوا عندي بنات بزاف، وزهره بغينا شي سيده كتصايب حلوه كتشيقي فيها اكثر. كانت حبسات هاد الاخت، دزت عندها وقالت لي زهره راه حبست ما نقدرش دابا، كان لي ظروف، قالت لي راني ما نقدرش، مني غنبدا راني غنقولها لك. ودابا راها رجعات وصوت عندها حليوات العيد البنات، وبنت الحمد لله وصلوني اليوم يا الغزالات. المهم نهيرت اليوم ضروري، قلت غنبغي كوزيالاتي وداكشي حطه مغربيه، غنبغي فيها الحليوات لانني ما صايبت لا حلوه لا والو. اللي اختي شوفوا البنات، انا انتم راه باقا ما حليت ما والو، انا غنحل معاكم وغتشوفوا داكشي بعينيكم، شوفوا داكشي كي دايره لي باش ما تهرش الحلوه. انا عرفت فين جيت، انا جيت في الجنوب بعيده الغزالات بعيده، يعني اما اللي في بنات الشام، البنات الشام راه بزاف توصلكم، يعني انا بحال دابا صيفطت لي اليوم، الغد ما وصلتنيش، بعد غد عاد وصلتني. اما اللي في الشمال راكم بزاف توصلكم، يعني ما كتاخذ لا وقت كثير رواب. شوفوا كيف دايره ليها اختي، شوفوا كيف دايره ليها. انا دوماندي سير على شويه، انني العيد ندوزه غير انا وبناتي الغزالات، يعني ما درت شي حاجه كثيره، وغنحلها وغنشوفوا بعينيكم البنات. المهم فين جبت الموس البنات، غنخلي لكم رقم الاخت ابتسام اللي بغات بحق خليوها، الا كنتو صايبتوا الحلوه ديال العيد ولا خليو هادي هاد الرقم هذا خبيوه عندكم، وملي تبغوا الحلوه دوزوا عندها البنات، راها انسانه درويشه ومعقوله البنات، وعندها داكشي زوين نتوما غتشوفوا. وبزاف اللي لاقوا الحلوه، وبزاف اللي كانوا لف هذا نتوما اختي الحلوه كيفاش وصلات. شوفوا قلت لكم انا راني مازال راني بعيده، هانتوما الغزالات شوفوا كيف دايره الحلوه، شوفوا البنات هانتوما اختي، شوفوا البنات هانتي، شوفوا كيف دايره، دايره طبقه شكليه، حيت انا قلت لهم غير باغا غير نوريكم. واو دايره فيها عيد مبارك تبارك الله عليك، شوفوا الغزالات يا اختي، شوفوا 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 ليا، شوفوا ليا شوفوا ليا شوفوا ليا، كاتبه فيها عيد مبارك صابلي. المهم وصلوا، ودايره ثاني لتحت شكيل اخر اللي غنوريه ليكم حتى هو. شوفوا اختي هذا الصابلي بالشوكولاط الابيض، وهذاك ماشي، ولتحت دايره ليا اختي، شوف دايره ليا عرفتوا هذا كعب غزال باللوز لحقو طريقو. المهم غنحلو معاكم وتشوفو، شوفو كيف داير. المهم إلا كانت أختي جاي عندك حبابك عزازين عليك وعندك شي حفلة وما قادة ديري حتى حاجة، والله يحسن العوان اللي عندها الوليدات وراها ما نقولش ليكم صعيب الحال، وكتبغي بحقها حليوات على حقهم وطريقهم، خلي عندك الرقم أختي راه كتصيفط لك حتى للدار، يجي عندك الكوركياري ويدق عليك ويعطيك حليواتك. هانتوما الغزالات هاد الشكيلات هادو اللي وريتهم ليكم، غندوزو دابا الكيلات ديال اللوز. انا حطيت الكسكسو بالطرد، حنا راه عادتنا
عاد سيدي حجاج وبن حمد ونواحي مزاب ونواحي العلوة، تحية لكم كاملين. نهار 26 المهم العدد ديالنا حنا ديال النواحي ديال مزاب كيديروا الكسكسو نهار 26. قولوا لي العدد ديالكم نتوما نهار ليله 26 وغزرت كل وحده معايا تبارك الله من اي بلاصه. قولوا لي العدد ديالكم، حنا العدد ديالنا الغزرت هي الجميع متشبعاتي في مكانه. المهم نشارك معكم العدد ديالنا. ها انتم اختي، ها الحليوه ديال هذه دايرها بالكاوكاو. شوفوا اختي، شوفي لي الحليوه كيف دايره، شوفي لي اختي بلاتي نوريكم، بلاتي نوريكم مزيان باش نوريكم هذاك الشيء. راه تبارك الله عليها، شوفوا كيف هذاك الشيء كيف متفاهم قاده. هادو حليوات ديال اللوز، عرفتوا هاد انا ما عنديش مع حلوه اللوز، وهاد السيده هادي ملي كناخذ من عندها كناكل حلوه اللوز. كاين نوع اللي ما كتجي هذيك الجهد ديال حلوه اللوز ممكن اللي كيكثر في داك المزهر وما كتعجبنيش، وهذه البنات راه حلوتها تبارك الله عليها. ها انتم اختي شوفوا الحليوات هذه حلوتها، المهم ما عرفتش. والوالده قالها لي رضيك من ناس الوالده وقالت لي هاد السيده هذه تبارك الله عليها كتعرف تصايب الحلوه. مني كانت هنايا ماشي رضيت ان شاء الله تجي الوالده ثاني وناخذ من عندها، لان ها انت شوف هاد السيده قالت لي عجبتني الحلوه ديالها، شتي الشكيلات الغزالات كيف دايره ليهم تبارك الله عليها. هانتي شوف الشكيلات ما شاء الله عليها، ما شاء الله عليها. المهم نخلي لكم الرقم ديالها الغزالات اللي بغات تدخل عندها. كنتي صايبتي حلوه العيد وجا درتيها، ولا بغيتي غير حلوه اللوز، ولا كنتي صايبتي صا راه دوزي عندها، راه عندها داكشي زوين وديال تحميره الوجه. ومهم واللي عندها شي مناسبه ولا اسبوع ولا حفله ولا جاي عندك شي واحد عزيز عليك وبغيتي ديري لي شي طبله مغربيه بحليوات مغربيه دوزي عندها الاخت. راه بقينا نوحلوا البنات في هذا في الاخوات تبارك الله ما شاء الله كلشي وجد هنا في ايطاليا. الكوريا اللي قرب كل شيء. يلا اختي غنخليكم خليكم معايا ندوز دابا نوجد الكسكسو ديالي للفطور، غندير غير شي حاجه قليله للفطور باش يتكل ليا الكسكسو. وصلنا زكريا قال لي غير شي حاجه قليله باغي ناكل الكسكسو توحشناه. ايوا اختي وعاد ندوزو راه موجده هنا للبيسات، نخلي من بعد عاد نوريكم لما نحرق المراحل نوريكم البيسات ديال بناتي اللي غنلبسهم. وها انتم معايا الغزالات. صافي هنا الغزالات دست هنا كنوجد في الكسكسو، حاولت نوجد اختي شويه بكري باش المهم يبقى عندي الوقت باش نقاد لبسات البناتي ونقاد ليهم اختي كاع داكشي اللي يتحط في الطبيله المغربيه اختي 100%. وهنا الغزالات ديالي دست درت هنا الكسكسو على الطريقه اللي كنت ديجا شاركت معكم. عرفتوا كيفاش كيجي السميد؟ شوفوا البنات انا نقرب ليكم شوفوا كيفاش كيجي السميد. شوفوا البنات كيجي خطير هذا غير الكسكسو اللي كنشارك معكم ديما. صافي هنا اختي ردت عرفتي هاد الفول عزيز ديالنا في الكسكسو اللي كان جاب ليا زكريا، خليته اختي حتى ندير بيه عزيز ديالنا في الكسكسو الفول. هو ها انتم وجدت قصرية على بعد اختي وصلت للميعنات وقاديت كلشي غير ما نفطرو وندوز نوجد الطبيلة ديالي.
الخيرات، رجعت معاكم اختي. ايوا كي جاتكم البنات شوفوا راحنا واخا اختي في الغربه، قولوا قولوا بعدا ما شاء الله تبارك الرحمن. وكي جاتكم اختي البنوت الزينه ربي يحفظها ما شاء الله عليها، وراها فرحانه اختي فرحانه، لبست هاد القفيطين هذا. اش نقول لكم جمعها تبارك الله، جات غزيوله الله يلا جات غزيوله. الله يحفظ لكم وليداتكم ويخلي لكم وليداتكم، ولكن البنات نخلقوا الاجواء وباللي عندنا اختي، او حاجه بسيطه نخلقوا الاجواء ونفرحوهم. عارفين انت هما اصلا صابرين وجنات هذوك كيتسناو كي ماما امتى 27 لبسوا جا، عارفين التقاليد ديالنا وهكذا يعني. واخا في الغربه ومحداناش فين بحق نفرحوا بيهم، ولا كيف بحال المغرب ولا في الشمال كيديروا بحق البنات الجمعيات كيديروا فيني بالعماريه، وحنا لا هنا في الجنوب في البلاصه اللي انا فيها ما كاينش. ولكن اختي ضروري ما كنفرح بنياتي، وكخلقت لهم واحد الاجواء اللي غزاله تبارك الله ما شاء الله. وغنوريكم حتى جنات ربا كتقالت ليها صابرين، حتى هي لبسناها وكانت قالت ليها صابرين، حتى صابرين لبسات قميص. المهم تبارك الله ما شاء الله طلعوا غزي، ولا هي كتسلم عليكم وكتصيفط لكم بوسه. وهنا الغزالات نخليكم مع الاجواء ونخليكم مع الحنه اختي. يلا اختي خليكم معايا، ولعجبكم الفيديو ما تبخلوش عليا باللايك اختي، خليوا البنيات لايك وخليوا اليوم تشجيعات. جنى سكت بيا قري لي التعاليق. يا اختي شوفوا الحناني مع من يجيو، مع من يجيو يا اختي الحناني، يجيو اختي مع الزينين ومع البيضين اختي. شوفوا تبارك الله حمار وفرحات بيا. اما واحد اختي واحد خيتي راه قالت لك اختي زيد طلعت لي قميصي، ما خلات فين طلعت الحناني. اختي ربي يحفظ ليا هاد البنوته الزينات، حتى هي حمارت ليها. اختي ياك واخا عليك سنه بالله تنتفك. شوف اختي شوفوا شي واحد اختي واحد خيتي راه ما بغاش تسالي كاع من الحنه.